قول لي انت اتصبت في عينك امتى؟ 5/7. 5/7 بعد عزل مرسي. بعد عزل مرسي كنت كان الاخوان جايين من ناحيه نسبيرو، طلعنا على كوبري 6 اكتوبر، المفروض ان هم كانوا داخلين الميدان، بس احنا وقفنا وعملنا الميدان واتصبت في عيني وعملت عمليتين 15,000. المفروض ان في عمليه ثانيه هتتعمل المفروض في شهر 2 برضو في حدود حوالي 15,000. مفيش منهم ولا مليم لغايه دلوقتي. يعني انت محتاج كام عشان تعمل عمليه عينيك؟ 15,000. محتاج 15,000 وباذن الله بعد العمليه دي تبقى كويس باذن الله، تعرف تشوف بعينيك ان شاء الله. انت كل اللي محتاجه 15,000. العمليه دي في مستشفى ايه؟ طيب مستشفى العيون الدولي. مستشفى العيون الدولي اللي في الدقي في ميدان فيني. ايوه تمام. اسم ايه الدكتور اللي تبعك؟ احمد عبد الله. دكتور احمد عبد الله. يعني لو حد قدر يوصل للدكتور احمد عبد الله ويتفاهم معاه ويدفع له الفلوس او جزء من الفلوس، انت تقدر تعمل عمليتك في اي وقت. تمام. انت اسمك ايه بالكامل؟ عبد الله محمد حميد محمد بدر. عبد الله محمد حميد محمد بدر. ان شاء الله هتعمل عمليتك وباذن الله هتشوف، هتبقى احسن واحد في الدنيا باذن الله.